السلام عليكم، لا تنسوا الاعجاب بالفيديو والاشتراك في القناة تشجيعا لنا لنستمر بنشر المزيد ان شاء الله. نبدأ بالصلاة على رسولنا الكريم محمد صلى الله عليه وسلم، فصلوا على خير البشر. اللهم صل وسلم وبارك على محمد وعلى آل محمد، رسولنا النبي الأمي المبعوث رحمة. شكرا للزميل محمد السعدون الكواري، الرابعة والنصف بالتوقيت المحلي في لندن في انجلترا، انطلاقة مباراة القمة، قمة القمم هذا الأسبوع هنا في الدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم البريمير ليج بين أرسنال وليفربول. تشكيلة أرسنال: لحراسة المرمى رامزديل، 12 ويليام ساليبا، 6 جابرييل البرازيلي، في محور الدفاع على اليمين يلعب بنجامان وايت، رقم 18 الساموراي الياباني تومياسو، 5 توماس بارتي البلاك ستارز الغاني، رقم 34 تشاكا بدقة ساعة السويسريين، رقم 8 توتنهام الآن يتقدم منذ البداية، مازال واسم نادي ليفربول في نفس الكرة، مارتين مارتين لوكال جول 1-0 ليارسنال، نفاثة تنفث سمومها هنا في استاد الإمارات. الجالكسي 3-2 الأرسنال، مدفعجية زمان، مدافع بيركامب، روعة بيريز. السلام عليكم، لا تنسوا الإعجاب بالفيديو والاشتراك في القناة تشجيعا لنا لنستمر بنشر المزيد إن شاء الله. بسم الله الرحمن الرحيم، ازيكم يا شباب، عاملين ايه؟ يا رب تكونوا في احسن صحة وفي احسن حال. اهلا بكم في الحلقة الخامسة من مواعيد دوري الابطال، واول مباراة معانا النهاردة وهي مباراة ليفربول الانجليزي ورينجرز الاسكتلندي، ويأتي ليفربول في المركز الثاني برصيد 6 نقاط بعد المتصدر بالعلامة الكاملة نابولي الايطالي ب6 نقاط من 3 مباريات، ويأتي في المركز الثالث أياكس أمستردام الهولندي برصيد 3 نقاط بهزيمتين وفوز وحيد، ورينجرز يأتي رابعا بدون نقاط ب3 هزائم، وستقام المباراة على ملعب إي بروكس في اسكتلندا، وتبدأ المباراة في تمام الساعة 9 مساء. وثاني مباراة معنا النهاردة وهي مباراة برشلونة الأسباني وإنتر ميلان الإيطالي، ويأتي برشلونة في المركز الثالث بهزيمتين وفوز وحيد برصيد 3 نقاط، ويأتي انتر ميلان في المركز الثاني برصيد 6 نقاط بفوزين وهزيمة واحدة، والمركز الرابع وهو فيكتوريا بيلزن بدون نقاط ب3 هزائم، ويأتي في المركز الأول بالعلامة الكاملة فريق بايرن ميونخ الألماني برصيد 9 نقاط بدون هزيمة، وستقام المباراة على ملعب كامب نو في إسبانيا الساعة 9 مساء. وثالث مباراة معنا النهاردة وهي مباراة بايرن ميونخ الألماني وفيكتوريا بيلزن التشيكي، ويأتي كما قلنا سابقا بايرن ميونخ أول المجموعة بالعلامة الكاملة، ويأتي فيكتوريا بيلزن في المركز الرابع بدون نقاط، وستقام المباراة على ملعب دوسان أرينا في تشيك، وتبدأ المباراة في تمام الساعة 9 مساء. والمباراة الرابعة والأخيرة معنا النهاردة وهي مباراة توتنهام الإنجليزي وإنتراخت الألماني، ويأتي توتنهام في المركز الثاني في المجموعة برصيد 4 نقاط بفوز وحيد وتعادل وهزيمة، ويأتي إنتراخت في المركز الثالث برصيد 4 نقاط أيضا بتعادل وفوز وهزيمة، ويأتي فريق أولمبيك مارسيليا في المركز الرابع برصيد 3 نقاط بفوز وحيد وهزيمتين، ويأتي في المركز الأول سبورتنج لشبونة البرتغالي بانتصارين وهزيمة واحدة، وستقام المباراة على ملعب توتنهام هوتسبير في إنجلترا. وبكده نكون خلصنا النهاردة، وانتظرونا في حلقات قادمة في أمان الله.